ازاي؟ عامل ايه؟ وانت؟ بودة؟ ماشي يا بود، ماشي. هنا احمد ابو بكر ويوسف ابن اخته، قصة معاناة تمتد الجيلين. احمد بكري، انت مريض بالهيموفيليا. مظبوط. هي ايه الهيموفيليا؟ الهيموفيليا مرض سيولة الدم. مريض الهيموفيليا بيبقى معرض في اي وقت انه يحصله نزيف، سواء داخلي خارجي، ناتج عن اصابة او ناتج عن انه يبقى تلقائي. الهيموفيليا علاجها ايه؟ العلاج الهيموفيليا هو نقل مشتقات الدم اللي بتحتوي على فاكتور 8 او فاكتور 8. نقل دم يعني؟ تعتبر نقل دم. بتتعالج ازاي من الهيموفيليا؟ علاج على نفقه الدم، وده بيبقى تبع المركز القومي لنقل الدم، وما عندهمش غير الكرايو اللي هو مشتق من مشتقات الدم. كنت اروح في اي وقت قلقان، بيجي بعد ازمه اكياس الدم الفاسده، ما عادش فيه محدش بقى يروح يتبرع، بقوم بيخافوا. العلاج على نفقه الدوله كان سهل انك تطلع قرار؟ اساسا حتى لو انت معاك القرار انك تروح تلاقي الكرايو موجود او العلاج بتاعك متوفر بشكل مناسب، مش موجود. فعندي مثلا انا ممكن ابقى في اوقات ان انا افضل اقعد في البيت تعبان، ولا اني اروح ادور على العلاج بتاعي وانا تعبان. انت بتعالجي يوسف فين؟ هو الجيل الثاني في الموضوع. التأمين الصحي بيوجهنا لمستشفى من المستشفيات، سواء أبو الريش أو سوزان مبارك، بس العلاج مش متوفر. اللي هو إيه اللي مش متوفر؟ هو بياخد المفروض كرايو أو فاكتور 8. العلاج مكلف. احنا بنتكلم في كام ألف في المرة تقريبا يعني؟ كيس الكرايو ب 100، فاكتور 8 500 جرام ب 1200 الحقنة. بياخد مثلا حقنة الصبح وحقنة بالليل كل 12 ساعة. دول المفروض إن التأمين الصحي بيغطيهم؟ المفروض إنه بيغطيهم. والواقع ايه؟ الواقع دلوقتي ان احنا دلوقتي بنروح مستشفى سوزان مبارك، بيقولوا لنا هاتوا من على حسابكم وبعدين نحاسبكم. طب وهل دي الفلوس دي موجوده؟ وحليني بقى لما المستشفى اجيب لها الفاتوره وتصرف لي الفلوس دي، في ناس قعدت بالسنه ومش عارفين يصرفوا فلوسهم. العلاج البديل ان انا بسيبه قاعد في التلج في عز الشتاء، نجيب اكياس الايس باك ويفضل حاططها على ركبته، او حاطط رجليه في ميه بتلج علشان نحاول ان احنا نوقف النزيف. مستوى الخدمه في مستشفيات التامين الصحي اللي ترددتي عليها مستوى او المراكز ايه؟ مستوى الخدمه سيء للغايه، والمعامله سيئه للغايه، وما فيش رعايه ولا خدمات طبيه، في اهمال وفي عدم نظافه، في لا مبالاه.